فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. هنا ربنا هو بيتعامل معنا مما رحمه ومن أبوته لينا، رغم أنه ممكن، مش ممكن، ده هو في الغالب عارف نهايتنا، يعني عارف أنا وحضراتكم هنروح فين، عارف كويس بسابق معرفته، هو عارف. لكن هو دائما يتعامل معنا على أنه كل يوم يوم جديد، بيتعامل معنا الأشياء العتيقة قد مضت، هو هذا الكل قد صار إيه جديد، فيتعامل معنا في كل يوم بيومه كده، لأن هو ده العدل الإلهي وهي دي مراحم ربنا. إنه حتى لو الإنسان كان بيبعد عن ربنا وبيعمل أخطاء، وحتى لو إنسان بيعاند، ربنا مش بيشطب عليه ويقول خلاص، لا لا، يفضل يتعامل معاه. فربنا هنا بيقول بتبقى في أمة بتعمل شر وشر عنيف، وبعدين أنا بقرر إن أنا عاقبها، ولما تيجي الأمة دي تقدم توبة يحصل إيه؟ أرجع عن الكلام ده، أندم عن الكلام ده. واحد يقول هو ربنا يعني ده معناها إن هو يعني بيندفع وبيتهور وبعدين بيتراجع؟ لا يا أحبائي، الكلام ده كلام خاص بينا إحنا، يعني ربنا بيكلمني وبيكلمكم باللغة اللي نفهمها. الله بيقول لنا أنا كأب لما بشوف أخطاء وعند وكبرياء من ولادي، بضطر ساعات إن أنا أقرر إن أنا أعمل إيه؟ أعمل عقوبة وأعمل تأديب. لكن لما ابني بيتجاوب مع العقوبة وبيتجاوب مع التأديب بيحصل إيه؟ أنا بتراجع، بتراجع مش لأن أنا ضعيف، وبتراجع مش لأن أنا باخد قرار واخد عكسه بعد شوية، لا 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 أبدا، أنا بتراجع عشان أقول لك إنه كان الهدف من التأديب إنك تعمل إيه؟ إنك تمشي في سكة ربنا، لأنه ربنا مش هدفه التأديب في حد ذاته. وعشان نفهم التشبيه ده، زي ما قلت لحضراتكم، أنت كأم وأنت كأب بتحب ولادك جدا، طب لو ابنك فضل يعاند ويكابر، هتيجي في وقت معين تعمل إيه؟ تصر على العقوبة، وتعمل كده بإصرار، وبتعمل كده وممكن يبقى قلبك موجوع بس هتعمل كده برضه. ولما ابنك يفوق ويرجع لنفسه تعمل انت ايه بقى؟ ترجع عن العقوب ده، انت بالعكس تاخده كده في حضنك وتقول له يا ابني واحنا ليه وصلنا لكده؟ ما كنت من الاول تسمع الكلام، هو انا بقولك كده مش عشان مصلحتك؟ وتقعد كده تعاتب فيه في محبة، فالولد او البنت يفهموا احنا بنعمل معهم كده ليه. كمل الوحي الالهي ويقول وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي فأندم عن الخير الذي قلت أني أحسن إليها به. عارفين الأيتين اللي ورا بعض دول؟ كلموا على أهل نينوى اللي كانوا أشرار، وربنا بعت لهم يونان يقول لهم تنقلب المدينة لو ما تبتوش، ولما تابوا الله ندم عن الشر. والمدينة التانية هي مدينة أو شعب إسرائيل وشعب مملكة يهوذا، اللي ربنا عمل معهم إيه؟ عمل معهم كل ما هو خير، حط اسمه عليهم، قال لهم أنتوا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اشتغل معهم في كل المواقف، حتى لما جم يقفوا قدام فرعون وقف معهم ورفع رأسهم، رغم أن هم كانوا في الأساس 12 سبط. عارفين يعني 12 سبط حضراتكم؟ يعني 12 قبيلة صغيرة، يعني شعب إسرائيل لم يكن شعبا عظيما، حتى ربنا قال لهم كده، أنتوا ما دخلتوش أرض الميعاد لأن أنتوا شعب عظيم ولا حاجة، ولا أنتوا أفضل مجموعة في الدنيا، ولكن أنا اللي اخترتكم وحطيت اسمي عليكم ووقفت معاكم ودخلتكم الأرض كده وطلعتكم من أرض مصر بيد عزيزة وزراع إيه عليه. إيه اللي بيقوله ربنا ده؟ بيقول كيف يتعامل مع البشر. وده معناه يا أحبائي إنه ربنا ما عندوش ناس، وان كل الناس عند ربنا ايه؟ غاليين، وانه مراحم واسعة، لكن ده في نفس الوقت ما يلغيش صلاحه، انه لا رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. صحيح ربنا ممكن يطول باله علينا سنين طويلة، لكن ده ما يلغيش ابدا ان انا وحضراتكم محتاجين ناخد بالنا لا نستهين بغنى لطف الله وطول امهاله. عشان كده ما نتخضش ولا نتفاجئ، وربنا يرحمنا كلنا، لو لقينا ناس من جوه الكنيسة قوي وبيقعوا في أخطاء صعبة وبيتفتحوا، لأنه ربنا بيطول باله، لكن لو إحنا ما خدناش بالنا يعمل إيه؟ يرفع ستره. وما نستعجبش قوي لما نلاقي ناس جاية من بعيد خالص، ويمكن ما كانوش أصلا مسيحيين ولا يسمعوا عن المسيح ولا يعرفوا عن الإيمان المسيحي إلا كل ما هو وحش،
ومع الوقت يبقوا مسيحيين يحبوا المسيح صدقوني يا احبائي اكتر من ناس كتير مننا. وتبقى انت مستغرب، هو انت ازاي يا ربي مديهم كل النعم دي؟ ازاي يا ربي مشاعرهم كده منجذبه اليك؟ ازاي هم حاسين انك حلو وانت يا ربي الحقيقه بتشتغل في حياتهم لدرجه احنا بنغير من الشغل ده، بنبقى بنغير. طب يعني اشمعنى احنا؟ الحقيقه دول ناس الله قرر انه يؤدبهم فتابوا ورجعوا ودوروا على ربنا وسألوا مين الإله الحقيقي واهتموا، كانت النتيجة أن ربنا عمل إيه؟ ندم عن الشر، ندم عن التأديب، ندم عن العقوبة. مش عايز أقول رجع في كلامه، لكن ده كلام لينا إحنا نفهمه، أنه الله يريد أن الجميع يخلصون ويريد أن يخلص بكل الطرق، بالتشجيع، بالطبطبة، بالحب، بالستر، بالنعمة، بطولة البال، بغنى اللطف، كل ده الله بيستخدمه. لكن لو أصر الإنسان وابنك هيعدي الشارع ومش شايف إن العربية جاية مسرعة، هتشده من دراعه حتى لو دراعه إيه؟ حتى لو دراعه اتملخ. ليه؟ ده ابنك وخايف عليه. فالآن كلم رجال يهوذا وسكان أورشليم قائلا: هكذا قال الرب، ها أنا مصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا، فارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء واصلحوا طرقكم وأعمالكم. ربنا بيقول له قول للشعب ايه بقى؟ ها أنا مصدر عليكم شرا. وزي ما اتفقنا الشر اللي بيتصدر من ربنا مش معناها الخطية، مش معناها النجاسات، مش مع... لا، امال ايه الشر هنا؟ التأديب. ربنا هيجيب بابل العراق اللي تسبي مملكة يهوذا وتحرق الهيكل وتهده وتهد الأسوار وتعمل ضيق شديد جدا للمملكة دي. فهنا ربنا بيقول لهم أنا قاصد عليكم قصدا ومصدر عليكم شرا، وكأنه الأمور دي كانت ممنوعة بسبب ربنا وبعد شوية هيبقى مقبولة ومتصدر. يعني أصدر عليكم؟ يعني الكلام ده جاي من براكم. عارفين التصدير؟ يعني التصدير يعني انسان يصدر ويستورد، ربنا بيصدر لهم حاجه. الكلام ده ما كانش عندهم، كان ربنا حميهم. دي عامله بالظبط زي معاملات الله مع شعب اسرائيل وهو في سينا. جه في وقت لما الشعب كان قاسي جدا ومتذمر طول الوقت، يقول لك كده نزلت العقارب من الجبل وموتت اعداد كبيره منهم. بعض الناس تقول ليه ربنا يعمل كده؟ هو الحقيقه اللي كان غير كده هو اللي مش طبيعي. يعني اللي كان غير كده انه الشعب ده يمشي في البريه وسط الجبال ومفيش عقارب وتعابين تموتهم، ده اللي كان ايه؟ ده اللي كان مش طبيعي، ده كان حماية من ربنا ليهم. الطبيعي انه الناس دي وهي ماشية يحصل لها كده، لكن كان ربنا عامل ايه؟ مانع كل ده. فكأنه ربنا عايز يقول من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ مين يقدر يعمل لكم حاجة وانا مش موافق؟ مين اللي يقدر يمد ايده عليكم وانا مش سامح بده؟ عشان كده يا احبائي خلونا ناخد الاحداث اللي ساعات بتضايقنا واللي ساعات بتوجعنا والاخبار المزعجة والمعثرة اللي بتحصل لينا والمشاكل اللي بتحصل لينا بمفهوم روحي. احنا مش عايزين ناخدها بمفهوم سياسي او مفهوم احداث دينية، لا، هي معناها ارجعوا الي ايه؟ ارجع اليكم. نفحص طرقنا، نراجع ايه اللي بيحصل ونشوف احنا ماشيين مع ربنا بجد ولا لا. لانه زي ما بقول لحضراتكم، طالما صدر علينا شر وقصد علينا بقصد، يبقى في حاجة احنا محتاجين نعمل ايه؟ نعمل مراجعة. وبلاش فكرة يا رب الناس بقى تتوب، يا رب الناس تسمع علشان ما نتبهدلش كلنا. لا، بلاش فكرة الناس وانت دي، بلاش فكرة انا كويس يا رب الناس تبقى كويسة. لا، ده الكلام ده لينا كلنا. لان زي ما قلت لحضراتكم من المرة اللي فاتت، ارميا النبي يعتبر نفسه واحد من ضمن الايه؟ المجموعة بتاعت مملكة يهوذا. وبيقول يعني انه يعني حتى كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، لما بيقول له يا رب يعني اقف معايا في يوم الشر، ما تسيبنيش وما تخلينيش ابقى خايف ومرعوب واسندني. دي نقطه من النقط المهمه. فارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء واصلحوا طرقكم واعمالكم. واضح ان الدنيا كلها ملخلخه، الطرق والاعمال، مش كده؟ والطرق دي مهمه، لانه المساير الحكماء يكون حكيما، اما رفيق الجهال ايه؟ يضر. خلي بالكوا يا جماعه الطرق دي مهمه. ساعات بعض الاشخاص يقول لك
المهم ما اعملش غلط. انا ممكن اخرج مع المجموعة دي واروح معهم مصيف وانا عارف ان هم بيخربوا الدنيا، لكن ان شاء الله خير، مش هعمل حاجة، انا ما يقدروش يأثروا علي، انا قوي وهقول لهم لا. الحقيقة مش دايما نعرف نعمل كده، لانه الكتاب واضح، المساير الحكماء يكون ايه؟ حكيما. اما رفيق الجهال يضر. ويجي معلمنا يشوع بن صراخ يقول تعبير مهم جدا على موضوع الطرق ده، يقول لك الصديق الامين معقل حصين، من وجده فقد وجد كنزا. تاني، الصديق الامين معقل حصين، من وجده فقد وجد ايه؟ كنزا. عشان كده انت بتصاحب مين في طريق دنيتك، لان الطريق هو ده اللي هيأثر في الاعمال. عشان كده يقول لهم اصلحوا طرقكم واعمالكم. مش هينفع الاعمال تصلح طالما الطريق ايه؟ معوج. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين. ايه يا رب عايز تقول ايه؟ ابعد. عشان كده ربنا لما لقى لوط كان يعذب نفسه كل يوم بسبب الخطية اللي في سدوم وعمورة، ربنا كان كلامه لوط انك عشان تتوب لازم تعمل ايه؟ تخرج من سدوم. وعلى كل واحد فينا انه يدور على السدوم بتاعته عشان يخرج منه. في واحد السدوم بتاعته حد من قرايبه بيروح يقعد معاه في اماكن معينة ويشرب حاجات معينة، ده سدوم الحقيقة. عايز تتوب وعايز تأديب ربنا ما يوصلكش وعايز تتمتع بعشرة ربنا، اخرج من سدوم، سيب الشخص ده او ابعد من المكان ده او ابعد عن المجموعة دي وراجع نفسك، حط الحدود، لانه محدش فينا يقدر يفرمل نفسه اذا كان الجو صعب والخطية صعب. وشفنا ده ساعات بعض الناس يتخيلوا ان هو كوم والناس التانية والدنيا ايه؟ كوم تاني. يقولك يا ابونا ان شاء الله انا بصاحب المجموعة دي وبقعد معهم على القهوة وساعات اشرب معاهم عشان ان شاء الله اجيبهم للمسيح، انا عندي قرايب ليا بروح اسافر معاهم واحتويهم علشان ان شاء الله اجيبهم لمين؟ للمسيح. يعني القصة معرفش قامتك ايه، يعني القصة دي لازم تراجعها مع اب اعترافك، يعني لانه ياما ناس رجليهم اتاخدت بسبب ايه؟ بسبب الكلام ده، وقالوا احنا هنجيب الناس ونشجعها. لا، لازم تراجع الطريق، لازم تراجع السكة، لازم تراجع المكان، لازم تراجع الجو الروحي اللي انت حاطط نفسك فيه. عشان كده انا وحضراتكم محظوظين ليه؟ نشكر ربنا كنايسنا مليانة وفيها اجتماعات وفيها خدمات، بس برضو مهم قوي واحنا بنيجي الكنايس ونيجي الاجتماعات ونيجي الخدمات نركز برضو في اختياراتنا لبعض، لان مش كلنا جاي لامور بجد، في ناس جاية بتسلي وقتها وفي ناس جاية مش مركزة. لما يبقى اشخاص يشجعوني على ربنا مهم جدا. وافتكروا دايما آية يشوع بن صراخ، الصديق الامين معقل حصين، من وجده فقد وجد ايه؟ كنزا. احنا شطار، وانا قبل حضراتكم ننصح ولادنا، يا ابني اصحابك دول بايظين، يا بنتي صحباتك دول هيضيعوكي، صح؟ طيب واحنا علينا نراجع ده برضو، ما ممكن اصحاب كبار يضيعونا عادي، وممكن اصحاب وقعدات معينة تزقنا على ايه؟ على الخطية. زي اللي بيقعد على النت يقول لك انا باخد فكرة. تاخد فكرة عن ايه بقى؟ ان شاء الله تعامل مع ناس من دول مختلفة واتكلم مع ده شوية وده شوية وده شوية. ايوه، انت عارف الناس دول تأثيرهم عليك ايه؟ انت عارف الناس دول افكارهم شكلها ايه؟ يقولك ادينا من اول لغة. لا، اول لغة خد كورس لغة يا حبيبي، لكن الكلام ده ما يقويش اللغة، الكلام ده يبعد الانسان عن مين؟ عن ربنا. لانه الحقيقة الشعب ده مشكلته انه جزء كبير منه بوظ بعضه، جزء كبير منه بعد بعضه عن ربنا. عشان كده ربنا بيقول لهم ايه يا احبائي؟ كل شخص يفحص طرقه ويفحص اعماله، وتيجي الطرق قبل الايه؟ قبل الاعمال. لانه الحقيقة العمل بنسبة كبيرة بيبقى مرتبط بايه؟ بالسكة اللي انت ماشي فيها. فقالوا باطل، لاننا نسعى وراء افكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء. قالوا باطل. يعني ايه باطل؟ كلام اللي بتقوله ارميا ده لا مؤاخذة يعني ما ينفعش معانا، مش مصدقينه ومش عايزينه، وانت كلامك بيوجعنا ومش كلامك حنين علينا
وما انتش بتشجعنا فمش عايزين نسمع. وعلى فكرة من العهد القديم يقول الكتاب المقدس كده انه شعب اسرائيل احب الانبياء الكذبة، لانهم بيقولوا كلام يدغدغ مشاعرهم ويقول لك كده مستحك اذانهم. يعني ايه مستحك اذانهم؟ يا واحد عمال يكلمك برقة كده ويدغدغك كده، ها يعني يدلعك. احنا نحب كده للأسف، نحب اللي يقعد يقول لنا ايه كلام مشجع. لدرجة دلوقتي بقى لو جه موضوع زي كده الواحد بينعم يتكلم فيه ليه؟ خايف الناس تتضايق يعني، وخايف الناس تقول هو كله كده كلام فيه تأديب وفيه عقوبة، ما تقولولنا كلام حلو. طبعا في كلام حلو كتير، وفي تشجيعات من ربنا حلوة كتير، وفي كلام قاله ربنا عن محبته لشعبه كتير. لكن في نفس الوقت ما نقدرش دايما نراهن على الكلام السهل. ما انت ممكن تروح لحد يقول لك انت كده كده هتخش السماء، وانت كده كده ضامن الملكوت، ويعني السيد المسيح لما مات عشاننا لو احنا ما دخلناش السماء امال مين اللي يخش؟ وده طبعا بيريحنا كلنا، يعني ده شيء يبسطنا يعني. يعني لما يتقال لي انت داخل كده كده هرتاح ولا لا؟ هرتاح قوي يعني. بس مين قال ده صح؟ لانه ممكن ساعات الكلام ده يخليني استهين واكبر دماغي واقول ما انا داخل، واتعامل مع الخطايا على انها ايه؟ بعض الضعفات والسهوات التي لا تعطل سكة الملكوت. ساعات بعض الناس يقول لك كده، دي بعض الحاجات البسيطة يعني ما جراش حاجة، لكن احنا ان شاء الله بدم المسيح وبعدين ربنا قال قادرة بالله صلواتنا يعني على هدم حصون يعني، فان شاء الله خير يعني. بس هي ايه؟ مرحلة كده ضعف جسدي وخلاص. لا يا حبيبي، صحيح الكلام اللي فيه تحذير وفيه انه ربنا بيقول لنا خلي بالكم لانه فيه تأديب، كلام بيضايقنا، بس في الاخر ده لمصلحتنا، وفي الاخر هدفه ان احنا نتوازن. يعني مش الهدف من الكلام ده الواحد يكتئب ويقول مفيش فايدة وان ربنا هيدينا على دماغنا، ابدا. ده خطه العام معانا، وانا وحضراتكم جربين كده كويس، انه يدي ستر ويدي بال طويل ويدي محبة ويدي تشجيع، مش كده؟ مش ياما بنتشجع يبقى الواحد ملوش في الخدمة ويعمل الخدمة كده اي حاجة تلاقي واحد يقول له يا سلام النهاردة مش عارف المؤتمر كان شكله ايه، ربنا يعوضك النهاردة تعبت معانا في المطبخ لما قليت البطاطس، بطاطس قليت بطاطس ونشكرك وربنا يعوضك. ايه ده؟ ده ربنا اللي بيشجع يعني، مش احنا، ده ربنا اللي بيشجع. لكن في نفس الوقت نغمة التشجيع على طول تعمل لنا ايه؟ مشكلة، لان ممكن تخلينا نستهين بغنى لطف الله. فالكلام الواضح هنا فقالوا باطل، قالوا باطل، الكلام ده مش كلام حقيقي، واللي بيقولوا أرميا ده مش حقيقي. وهنا بقى الوحي الإلهي بيعلق، هم قالوا باطل ليه؟ فقالوا باطل لأننا نسعى وراء أفكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء. ده مش كلام الشعب يعني، ده مش كلام الشعب العنادي اللي ماشي بعناد قلب رديء. يعني هو تفتكروا حضراتكم ان هم قالوا احنا الكلام ده مش مصدقينه اصل احنا وحشين وعندنا كبرياء وعندنا عناد لا ما قالوش كده. ده تحليل ربنا ايه للي هم عملوه يعني. خلي بال حضراتكم هنا الخطورة، يعني لو الواحد فينا بيعمل غلط وعارف انه غلطان ان شاء الله في امل. لو الواحد بيعمل غلط وعارف انه غلطان ان شاء الله في ايه؟ امل. لانه مع الوقت ربنا هيحرك بالروح القدس قلبه ويفهمه ويصحصحه ويرجع. وشوفنا ده كتير، ياما اشخاص يا جماعة بنعمة ربنا لما حسوا بضعفهم ورجعوا ربنا، ربنا يعني اداهم حياة حلوة خالص وعلاقة شخصية متميزة. لكن هو المشكلة ان يبقى انه الكلام اللي قاله الوحي الالهي عليهم هم ايه؟ مش حاسين بيه. ودي الخطورة، وده الفخ، ده الفخ. ان عدو الخير هو بيحارب ولاد ربنا، مش بيحاربهم بمعنى اسرق اقتل اذني اعصي واعصي ربنا. ده يبقى شطان ساذج قوي يعني، ده يبقى شطان مش عفريت خالص يعني، ده يبقى حاجة على قده يعني. لكن يعمل ايه بقى؟ يمنطق كل الامور. يبقى الشخص عمال يعند ومصر على اللي في دماغه ومش عايز يصلح، وهو متخيل نفسه البابا اثناسيوس اللي لما قالوا له الحق لم الدور العالم كله ضدك والامبراطور هيتعبك، قال لهم وانا ضد الايه؟ تخيلوا، بيتخيل نفسه انه البابا اثناسيوس، ونسي ان البابا اثناسيوس ده كان استاذ كتاب مقدس، ونسي ان البابا اثناسيوس ده كان اب اعترافه العظيم الاب انطونيوس بياخد ارشاده، ولغايه ما بقى بطرك كان يقعد تحت رجليه ويقلع العمه، مش كده؟ يعني هو بياخد بس عناوين كده ويتخيل ان هو المصلح بتاع الكون. او ساعات يمشي يقول للناس
انتوا غلطانين، ويديهم على دماغهم بكلام صعب. عارفين تعبير يا اولاد الافاعي ده بناخده من مين؟ يوحنا المعمدان. يبقى متخيل نفسه يوحنا المعمدان، ونسي ان يوحنا المعمدان قبل ما الناس قبل ما يقول للناس يا اولاد الافاعي وتوبوا، هو نفسه في الاساس كان تايب، وكان عنده استعداد ان يموت لاجل اعلان الحق، كان عنده استعداد انه يعمل كده. اذا هنا الخطورة انه الشيطان ابليس المشتكي علينا لربنا، ابليس اللي عايز يوقعنا في الخطر، بيبقى الحقيقة خبيث جدا ومتعب جدا. واحد يقول لي ابونا طب ما انت كده قلقتنا، يعني هو الشعب عنده افكاره قالوا باطل لاننا نسعى وراء افكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء. يا نهار ابيض، كل المصايب دي يعني عنده عناد قلب رديء وعنده ايه ذاته كبرياء. طب ايه الحقيقة؟ عشان كده الكتاب المقدس وخضوعنا لاباء اعترافنا، وان احنا نصلي ونقول له يا رب فتش بقى قلبي لو كان في طريق رديء انت اعمل ايه، نظفه بقى رب. يعني هنا الانسان اللي بيصلي لربنا اكيد ربنا بيوضح له، الانسان اللي بيتكلم مع ربنا وبيعلن ضعفه امام الله وبيقول له رب اكشف لي، اكيد ربنا بيعمل ايه؟ بيكشف له. ما هو ربنا يريد ان الجميع يخلصون. في مرة كنت سمعت احد الاباء قال تأمل حلو قوي، قارن ما بين يهوذا ومعلمنا ماري بطرس، قال لك الاثنين تقريبا عملوا نفس الفعل، واحد انكر وخان، والتاني اتفق مع اليهود وسلمه وخان. بس ايه الفرق بين يهوذا ومعلمنا ماري بطرس؟ يهوذا عمره ما اتكلم مع السيد المسيح، ما شفناهوش في مرة من المرات دار بينه وما بين ربنا حوار شخصي، او حتى شفنا في مرة من المرات ان جابه كده على جنب وقال له رب الحقني لان انا بحب الفلوس اكتر من اي حاجة، سامحني يا رب انا بحب الفلوس اكتر منك انت شخصيا. وكانت افكاره افكار صعبة جدا، لدرجة بعض الاباء بيقولوا انه غالبا يهوذا كان متخيل ايه من القصة اللي عملها، ان المسيح هيموت وهيتصلب. لا ابدا، يهوذا كان متخيل انه هياخد اللي ياخده من الكهنة ورؤساء الكهنة ويجوا يقبضوا على المسيح ما يعرفوش، لان كل اللي تصوروا ان كم مرة اليهود حاولوا يمسكوه ويقتلوه وما عرفوش، مرات كتير. هو تخيل كده هيعمل قرشين من القصة دي وياخد شوية فلوس وبعدين يجي يقبضوا على المسيح، فيحصل ايه؟ يهرب منهم بقى، يبعد، يختفي. فمين قصدي حضراتكم؟ فنتيجة انه ما كانش بيتكلم مع ربنا، النتيجة انه ذهب وشنق نفسه، بينما معلمنا ماري بطرس اللي طول الوقت بيتكلم مع المسيح واللي بيقول له كلام انت هو المسيح ابن الله ويقول له حشاك يا رب، حتى لو كان ساعات بيقول له كلام ما ينفعش، وحتى لو ربنا كان بيرد عليه يقول له اذهب عني يا ايه يا شيطان، ما هو بس كان بيتكلم كان بيصلي، كان بيقول له يا رب اؤمن ولكن اعن ايه، اتكلم اعن عدم او ضعف ايماني، انا رب غلبان ومليش غير، بيصلي يعني بيتكلم يعني ايه بيصلي. شوفوا الفرق الكبير، الاثنين كان عندهم اخطاء صعبة والاثنين اخطائهم تتحط تحت عنوان الخيانة، لكن فرق كبير بين واحد بيتكلم حتى لو ساعات بيلخبط في الكلام، وفي واحد تاني ايه مش بيتكلم خالص، مكتفي ان منظره حلو وانه شكله كويس، واستاذ فلان رايح الكنيسة وابونا علان جاي من الكنيسة وميس فلانة ماسكة الخدمة واستاذ علان ماسك المؤتمر وخلصنا على كده. لا، خلونا نتكلم، لانه الشيطان متعب. هم يقولوا باطل ومقتنعين ان هم بيعملوا الصح وماشيين ورا انبياء كذبة بيغطوا الكلام اللي بيقوله ارمية وبيغلوشوا عليه، ولكن يقول الكتاب كده لاننا نسعى وراء افكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء. لذلك دنيا ظلمت بقى، دنيا ظلمت والعند زاد والكبرياء زاد وبدأوا يخبطوا في كلام ربنا وانبياء ربنا. لذلك هكذا قال الرب، اسألوا بين الأمم من سمع كهذه، ما يقشعر منه جدا عملت عذراء إسرائيل. ربنا قال لهم الحقيقة عقوبتكم وفضايحكم هيعرفها العالم كله. على فكرة يعني بالمناسبة للناس اللي بتقول ان الكتاب المقدس والعهد القديم اتحرف، كان على الأقل حرفوا الحاجات دي يعني. يعني هنا لو قصة فيها تحريف، ربنا بيقول للشعب كده، ده بلغوا بقى الأمم اللي حواليكوا اللي أنا ما عملتش معاهم زي ما عملت معاكوا،
اللي انا ما طلعتهمش من ارض مصر بيد عزيزة وزراع عليا، اللي انا ما طلعتهمش رغم من فرعون اللي كان يعتبر ساعتها رئيس ارض مصر ورئيس العالم. عملت معاكم شيء غير عادي. شوفوا بقى اللي هيحصل لكم، شوفوا نتيجة العناد ايه العقوبة اللي هتحصل لكم. يقول كده: اسألوا بين الامم من سمعك هذه. هتسمعوا بقى حاجة زي كده: ما يقشعر منه جدا عملت عذراء اسرائيل. فضحتكم هتبقى منتشرة فين؟ في العالم كله، لان اللي عملته اسرائيل الحقيقة يقشعر منه. والحقيقة التعبير ده موجود لغاية دلوقتي ونقدر نطبقه عليهم، لان ما فعلوه مع السيد المسيح مش يقشعر منه بقى، ده يعني لدرجة ساعات تقعد مع بعض الاشخاص اليهود وتكلمهم في 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 مواضيع عامة تلاقيه يزقك على موضوع السيد المسيح، يعني يسوع المسيح. وطبعا يرفض ان يطلق على يسوع انه المسيح. وبعدين لما تتكلم مع بعض منهم يقولك: يا اخي انا مستغرب. يعني تقول ليه مستغرب؟ يقولك: يسوع ده كان واحد من الامة اليهودية وطلع بدع وهرطقات وكسر الايمان بتاعنا، فاحنا مسكناه وعاقبناه، بعتناه للامم خلصونا منه، انتم متضايقين عليه ليه؟ بصوا الكلام، يعني بصوا منطقهم للاحداث، بصوا تفكيرهم للموضوع، شوفوا قد ايه بيعملوا امور يقشعر بينها كل الامم. كل المسيحيين اللي بيشوفوا تصرفاتهم يستغربوا، هو بالنسبه له ان يسوع ده، ويعودوا الولاد من صغرهم والبنات على ان هم يكرهوا يسوع ده، وانه من ضمن ايمانهم ان يشتموه ويقولوا عليه كلام صعب، هو والسيده العذراء. ده صميم ايمانهم، صميم ايمانهم. ليه بيعملوا كده؟ افعال يقشعر منها العند والكبرياء والطرق الرديئه والاعمال الرديئه وعدم سماع لكلام ربنا، رغم ان ده كان في يوم من الايام شعب الله الايه؟ المختار، اللي عمل مع الله عجائب غير عاديه. لكن هنا الصعوبة بقى: اسألوا بين الأمم من سمع كهذه. من سمع كهذه؟ مين يسمع الكلام ده؟ وده اللي قاله أشعياء النبي في أشعياء 53 لما اتكلم على نبوات خاصة بصليب وفداء السيد المسيح. على فكرة أشعياء 53 جزء مشهور انتوا هتبقوا عارفينه، اللي هو بيقول، بيبتدي: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، ويكلم على السيد المسيح يسوع المسيح انه نبت كفرخ قدامه كعرق من ارض يابسة. وبعدين يقول: لا منظر له او جمال فنشتهيه. وبعدين يقول: ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. كلموا على مين؟ على العقوبة بتاعت الصليب الخاصة بالسيد المسيح. وبعدين يقول: وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل آثامنا، تأديب سلاما عليه وبحبره أو جراحه شفينا. كلام واضح عن تعاملهم مع السيد المسيح وتعامل السيد المسيح معاه. هو يقدم منتهى الحب وهم يقدموا ايه؟ منتهى الجحود. عشان كده الكلام يقول يعني: من سمع كهذه. مين يا جماعة يسمع للكلام ده؟ مين شاف قبل كده حاجة زي كده؟ منتهى الحب وقدامه منتهى الجحود. تعرفين أشعياء 53 دول يا أحبائي نبوة واضحة عن يسوع، انه المسيح ليه المجد وان اليهود هيعذبوه. ده كان موجود عندهم وبيتقري في المجامع اليهودية يوم السبت. ولما بدأت الكرازة المسيحية تركز مع اليهود وتكلمهم على، بيكلم على مين أشعياء في أشعياء 53؟ طبعا هو ما يقدرش يشيل الكلام ده، وطبعا تفسيراته للكلام ده ضعيفة جدا، مش منطقية. يقول لك اصله ده حزقية الملك. حزقية الملك؟ كان ملك صالح يعني، وكان ايام اشعية. بس يعني: ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لاجل معصينا. دي اتحققت ازاي في حزقية يعني؟ فكلامهم او تفسيرهم للايات دي تفسير ايه؟ ضعيف. بيحاولوا يبعدوا انه يكون دي نبوة عن يسوع المسيح. عارفين عملوا ايه لما لقوا المبشرين المسيحيين بيتكلموا عن اشعياء 53؟ ما يقدرش يشيلها لان ده العهد القديم، ما يقدرش يشيله، لكن قرر ما يتقريش في المجامع بقى. ما يتقريش في المجامع، الجزء ده اللي كان بيتقري قرروا من 200 300 سنه يعملوا ايه؟ يوقفوا قرايته في المجامع، ما يقرهوش في المجامع. ليه؟ هو موجود بس ما يركزوش عليه. ايه ده؟ يقول الوحي كده: من سمع كهذه. هو ايه العند ده كله؟ ايه النشوفيه الدماغ دي؟ مرة كنت شفت على اليوتيوب لواحد حاخام يهودي وبعدين صار
بعد كده شخص مسيحي. بيقول واحنا صغيرين كانوا يقنعونا انه اوعى تقرا الانجيل اللي هو العهد الجديد لانه ده مش من ربنا، واوعى تقرا عن يسوع لانه يسوع المسيح ده اللي اسس المسيحيه ده واحد من روما من ايطاليا، وبالتالي الكلام ده ما يخصناش، ده كلام الامم الكلام الوثني. شوفوا من سمع كهذه، يعني انتوا بتقولوا ايه؟ فبيقول لما انا جيت بقى قريت وفتحت الاناجيل ولقيت بقى نسب المسيح اللي بيرجع لادم وابراهيم وبيرجع ليهوذا وبيرجع لداود، قلت يا رب احنا طول عمرنا كان مضحوك علينا، اوعى تقرا لانه لك لو قريت هتفهم وتحق. لا، ايه ده؟ من سمع كهذه؟ هل يخلو صخرة حقلي من ثلج لبنان او هل تنشف المياه المتفجرة الباردة الجارية؟ كلم على عمل ربنا وبركته. يعني انا قصرت معاكم في ايه عشان تدوروا على آلهة بعيدة او آلهة غريبة؟ يعني انا خرجكم من ارض مصر، يطلع موسى النبي ياخد لوحي الشريعة ينزل يلاقيكم عاملين تمثال من الذهب للبعل وبتقولوا البعض ده الهك اللي اخرجك من ارض ايه؟ من ارض مصر. ايه قساوة القلب دي؟ عشان كده يا احبائي ربنا بيقول لهم يعني ايه اللي انا قصرته؟ البركة والخير والمية الباردة. العالم بيجيب يعني مشاكل وسخونة وانا بجيب لكم مية بدلعكم، يعني انا عملت معاكم ايه؟ زي ما قال الوحي الالهي كده، تركوني انا ينبوع ماء الحياة وحفروا لانفسهم ابار مشققة لا تضبط ماء. دور على بقى حاجات في العالم وخطايا وشهوات كلها للأسف لا بتشبع ولا بتدي سلام ولا بتدي حاجة، ونبقى ماشيين نتخانق مع ربنا. هي ليه الأبار دي مشققة؟ أيوة، ما هو قال، هو اللي قال لنا أنها مشققة، قال لنا من يشرب من هذا الماء إيه؟ يعطش. ما هي أبار مشققة، وبالتالي أنت ليه مصر تشبع من الأبار المشققة؟ الغلطة دي غلطة مين؟ غلطة اللي ساب ينبوع ماء الحياة اللي هو رب المجد يسوع المسيح والعلاقة معاه والعشرة معاه، وراح يدور على الشبع في ايه؟ في العالم اللي احنا عايشين فيه. لأن شعبي قد نسيني، بخروا للباطل وقد أعثروهم في طرقهم في السبل القديمة ليسلكوا في شعب في طريق غير مسهل. يعني ايه؟ تعبير صعب قوي، لأن شعبي قد ايه؟ نسيني. والحقيقة أنا وحضراتكم مش عايزين نقعد نتكلم على إسرائيل وبس، ما احنا ساعات نعمل كده، نبقى بننسى ربنا. بننسى ربنا لما بناخد قرارات بدون ما نرجع له، بننسى ربنا لما بنخرج الصبح جري بدون حتى ما نصلي أبانا الذي أو حتى نصلي في السك، بننسى ربنا لما الواحد بيبقى قاعد لوحده كده ويحس إن مفيش حد شايفه فيبتدي يعمل الكوارث اللي اعتاد إنه يعملها والخطايا اللي معتاد انه يعملها، وهو متخيل انه ربنا ايه؟ مش موجود معاه، انه لا ربنا شايف ولا عارف ولا واخد باله. شعبي قد نسياني، تعبير صعب قوي. وشوفوا ربنا بيتعامل معانا ازاي بمنتهى التواضع. ده مين اللي بيقول كده يا احبائي؟ مين اللي بيقول لنا كده؟ مين اللي بيحاول يحرك قلوبنا ناحيه ان احنا نفتكره ونعيش معاه ونخضع لوصاياه؟ ملك الملوك، رب الارباب، ضابط الكل. ويجي بعض الناس يقول لك ازاي ربنا مش حنين على البشرية؟ امال مين الحنين اذا كان ربنا مش حنين؟ انا وحضراتكم؟ لا، شعبي قد نسياني. بخروا للباطل وقد اعثروهم في طرقهم في السبل القديم. يعني بخروا للباطل؟ يعني عبدوا امور والامور دي جابت لهم كوارث. عبادة الاوثان في العهد القديم وعبادة الالهة الغريبة والمشاكل اللي بتيجي من ورا الكلام ده. وفي العهد الجديد احنا عندنا آلهة اخرى. الذات ممكن تبقى اله، محبة المال ممكن تبقى اله، الشهوة ممكن تبقى اله، محبة الذات ممكن تبقى اله. الحاجات دي بتعمل ايه بقى؟ بتفقد الانسان الطريق، خليه توه، خليه مركز في امور بعيد تماما عن ربنا. هو مهتم ومضطرب لامور كثيرة، لكن الحاجة الى ايه؟ الى واحد. تلاقينا ساعات متعطلين في علاقتنا بربنا. الشخص اللي عنده ذات ده تلاقيه مش عارف يسامح ومش عارف يغفر ويزعل من ربنا دايما، وتلاقيه دايما عمال يلوم في ربنا، يقول له يا رب انت ليه بتعمل كده؟ ومش شايف عمل ربنا لانه مش بيعرف يشكر.
هو شايف انه ربنا مش بيقف معاه ومش بيسنده وانه كان يستحق افضل من كده واحسن من كده. ايه ده؟ نتيجة عبادته للذات طرق علاقته بربنا جرالها ايه؟ اتشوهت. وبدل ما هي طرق قديمة ممهدة واضحة باينة سهلة توصلني لربنا تحولت الى شعب غير مسهلة. ارض عمالة تطلع وتنزل وبتعطلني، ارض مليانة بالاشواك والمشاكل. هو ده اللي بيعمله ان انا بنشغل عن ربنا بآلهة اخرى، الآلهة دي بتوصلني لده. ويمكن من مراحم ربنا علينا انه احنا بنتعب بسبب الآلهة دي ونشعر بقلة البركة بسبب الآلهة دي. جايز انا وانتو لما يجينا الاحاسيس دي والمشاعر دي نقوم نعمل ايه؟ نراجع نفسنا ونقول اكيد في حاجة غلط بقى، طالما الدنيا ماشية كده وطالما الدنيا عمالة تتعقد وطالما الواحد عمال يتضغط في حاجة غلط. وجايز السؤال ده بتاع في حاجة غلط يبقى سبب في انه يرجعني ويرجعكم لطريق ايه؟ طريق ربنا. لتجعل ارضهم خرابا وصفيرا ابديا، كل مر فيها يدهش وينغض رأسه. ينغض رأسه يعني يهز دماغه كده من التعجب، يعني واحد بيبص ايه يعني ايه اللي حصل ده، فبيهز رأسه يعني. فهنا يعني وان كان الكلام على 70 سنة والخراب اللي حصل لمملكة يهوذا 70 سنة ايام بابل، لكن الكلام برضو بصورة اعمق مرتبط باللي هيحصل لهم لما يرفضوا المسيح للمجد. يعني في بعد هنا نبوي شوية، لان هنا بصوا الكلام يقول الوحي الالهي لتجعل ارضهم خرابا وصفيرا ابديا. يعني ايه صفيرا ابديا؟ ايه الصفير ده بقى؟ اللي هو لما يبقى مكان واسع خراب صحراء كده تسمع الريح وهو عمال يعمل ايه. فهنا في صفير ايه؟ ابدي. يعني ايه صفير ابدي؟ يعني الخراب ابدي. واحد يقول لي طب ما نشكر ربنا، ما هم راجعين اهو عندهم دولة واقوية وامريكا بتساندهم. هي المشكلة مش في الدولة، ما هو كان الكلام ده مش عشان الارض، مشكلة في علاقتهم بربنا. هو ليه اليهود او ليه شعب اسرائيل لغاية دلوقتي بيجاهد عشان يبني الهيكل؟ لان فاهم ان بنى الهيكل وتقديم ذبايح والله يقبل هذه الذبايح إشارة لأن هم إيه؟ صح، وإن إيمانهم مظبوط، وإن هم لو رفضوا يسوع المسيح يبقى هم كده إيه؟ إذن هنا علاقتهم بربنا مش كاملة، يعني في شيء أساسي. خلي بال حضراتكم لما الشعب رجع بعد مملكة بابل ما سابتهم، كان أول شيء عمله زربابل وهوشع الكاهن العظيم إنه عمل إيه؟ بنى الهيكل، مش كده؟ حتى قبل ما يبنوا الأسوار يعني. لأن القصة مش قصة إنه بيقعد في مدينة، إنما القصة إنه يرجع تاني يعمل علاقة مع الله، يقدم ذبايح وتبقى في بينه وما بين ربنا إيه؟ عشرة. فهنا يقول لك صفيرا أبديا. يعني إيه صفيرا أبديا؟ يعني مش هيحصل. طول ما هم مصرين على رفض يسوع المسيح للمجد ستكون الأرض خربة وسيكون هناك صفير إيه؟ أبدي. كل مر فيها يدهش او يدهش وينغط رأسه كريح شرقية. وبددهم امام العدو وريهم القفا للوجه في يوم مصيبتهم. تعبير صعب قوي، وريهم القفا للوجه. خلي بالكو الشعب عمل كده في اول ارمية الصحاح التاني، اكيد خدتوا الكلام ده، انه اعطوني القفا وصدروا لي كتفا معاندا. يعني عارفين الطريقة دي؟ فهنا ربنا بيقول لهم ايه بقى؟ هردها. ايوه يا رب، ده الشعب هيتبهدل وهيتسبي وناس هتموت. معلش، دي حالة روحية صعبة ومفيش بقية هترجع غير بالطريقة دي. ساعات الله يضطر لكده. وعلى فكرة زي ما قلنا احنا بنضطر نصدر لاولادنا القفا للوجه. يعني لما ابنك يقعد يتحايل عليك عشان تشيل عنه العقوبة وتحس ان هو كم مرة قال لك انا اسف بتصر، مش كده؟ ما هو ده معناه انك تصدر الايه؟ القفا للوجه. ما بتبصلوش، تسمعوش، هتقول له انا هصر على العقوبة دي علشان ترجع تفوق لنفسك وتصحصح. ودي نقطة مهمة. فربنا واضح جدا في الكلام معاهم انه بسبب قساوة قلبهم وبسبب اللي عملتوه هيبقى فيه مشكلة، هيصدر لهم القفا للوجه. لانه في بداية ارمية العكس حصل، ربنا كلمهم وحذرهم وهم صدروا لي ايه؟ القفا واعطوا كتفا معاندا، يعني اصطدموا معاه. فقالوا هلما فنفكر على ارمية افكارا
لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشورة عن الحكيم ولا الكلمة عن النبي. هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغي. بصوا بقى، مش بس عنده ده، كمان عايزين يمدوا ايديهم على مين؟ على أرميه. عايزين يمد ايديهم على أرميه، وده دايما حل الشر في العالم، انه دايما صوت الحق وصوت ربنا علشان بيوجع، فتلاقي كتير من الناس عايزين ايه؟ ما يسمع، عايز سكت الصوت ده، مش عايز حد يتكلم عن ده او يقول ده. وتلاقي دايما كده، انه لما نيجي نتكلم عن ربنا تلاقي بعض الناس يقولك خليك حنين بقى، ما تقعدش تتكلم عن الناس، ما تضايقهمش، ابسطهم، فرحهم. حاضر هنفرحكم، بس يعني في كلام بتاع ربنا ساعات يزعلنا يعني، بس يزعلنا للخير. بعض الناس ساعات تبقى مش عايزه تسمع الكلام ده، وتلاقيه يعني يتقال له تحذير، انت بتجيب الانجيل وتقراه ليه؟ بعض الاشخاص ساعات لما نشوف قصصهم، لما يعني من ضمن الحاجات اللي قربتهم من ربنا، هو كان غير مسيحي، انه قرر في مره يتمرد على الفكره دي ويجيب الانجيل ويقعد ايه؟ يقعد يقرا. اكتشف ان اللي بيتقال له حاجه واللي موجود ايه؟ حاجة تاني. زي ما حكيت لكم قصة حخام اليهودي ده اللي اتربى على انه يسوع ده من ايطاليا يعني، وانه دين المسيحي ده ملوش دعوة اصلا بايه؟ بالمسيح او الى اخره. فقرروا هنا انه نفكر افكار شر على الارمية. وبصوا بقى، الكلام واخد بعد روحي، ودي المصيبة، ان الكلام واخد بعد ايه؟ بيقولوا البعض بعد روحي. يقول كده: لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشورة عن الحكيم ولا الكلمة عن النبي. يعني خلي بالكم، احنا كل حاجة حلوة عندنا، احنا نشكر ربنا عندنا الشريعة عارفها الكاهن، والمشورة عارفها الحكيم، والنبوة عارفها مين؟ النبي. احنا مأمنين نفسنا بالكلام اللي بيخدر ايه؟ وطبعا هنا الكاهن يعني بيجامل وقعته بيضة، الحكيم لا حكيم ولا حاجة، ده انسان بياكل عيش، والنبي نبي كذاب مش عايز يزعل الملك ومش عايز يزعل الناس منه. فكله بيعمل امور ملهاش دعوه بمين؟ بربنا. وزي ما بقول لحضراتكم، خطوره العند انه ممكن مع الوقت بعد عنا وبعد عنكم الانسان يبقى ماشي غلط، وهو من جوه مقتنع انه ايه؟ انه عنده نبي يؤكد الكلام ده، وعنده كاهن، الكاهن عنده شريعه، وعنده حكيم بيعرفه الكلام ده. ايه ده؟ كلام صعب الحقيقه. ربنا يحمينا كلنا. عشان كده لازم الانسان يصلي ويراجع نفسه وياخد باله من اللي بيحصل. هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغ. فكره بقى انك تطلع اشاعات، انتوا عارفين في الكنائس انه المسيحيين في ليله راس السنه يقعدوا يعملوا اخطاء وتجاوزات مع بعض؟ انتوا عارفين كده ولا مش عارفين؟ في ناس بيقولوا كده. انتوا عارفين انه بيحصل ايه جوه الكنائس؟ عارفين بيحصل ايه مع المسيحيين؟ عارفين انه شرب الخمره والغلط والزنا، يعني مره احد الاشخاص قال لك الزنا محلل في المسيحيه. طب ايه وجهه نظرك حضرتك؟ مع ان وسائل عشر من العهد القديم من الاف السنين لا تزني يعني. يعني احنا عندنا الحاجات دي من زمان قوي. ايه بقى، ايه وجهه نظرك؟ قال لك مش الله محبه؟ فالله بيحب كل حاجه، يبقى الزنا ايه؟ بيحب كل حاجه. ايه المنطق الجميل ده؟ الحقيقه الواحد ساعات بيسمع كلام، ايه اللي بيحصل بقى؟ ان في تشويه للسمعة. وطبعا لو جه حد غلط وكلنا تحت الضعف يعمل ايه؟ يشهر بيه. وتلاقي بقى الكلام زي الاحداث اللي حصلت، يقولك اصل ده خلاف ما بين اتباع مش عارف مين واتباع حبيب. قصة ملهاش دعوة، انت بتجيب الكلام ده منين؟ ومن امتى كان عندنا خلاف في الفكر او في التوجه او في بعض المواضيع العقدية بنقتل بعضينا جوه الكنيسة عندنا؟ من امتى الكلام؟ قصة ملهاش دعوة بكده. لكن في ناس تحب تجود بقى، تضيف، لانه هو الحقيقة عايز يعمل ده، هو حابب يبوظ الصورة، حابب يطلع على أرميا إشاعة انه بيعمل اخطاء وانه عميل لبابل، بدليل انه بيقول لنا اخضعوا واسمعوا للتأديب وما تحاربوش بابل واسكتوا، لان ده تأديب من ربنا عشان تتوبوا، وبالتالي ده بابل ده فعاله واحنا اللي مظبوطين. فمين حضراتكم؟ يبقى هنا بيحاول الشيطان والبشر بكل طرقهم الملتوية ان هم يعني يبعدون عن كلام ربنا وعن وصايا ربنا. فالحرب مش سهلة، ومحتاجة مني ومن حضراتكم ان احنا نمسك في تعليم كتابنا المقدس، نصلي ربنا انه يفتح دايما عينينا، نيجي بالملامة دايما على نفسنا وما نكبرش،
علشان نقدر بنعمة ربنا نميز بقى، نميز الكلام المظبوط من الكلام غير الايه؟ غير المظبوط. ربنا يدينه وديكوا نعمة ان احنا ناخد بالنا من الكلام ده ونشوف خطرته. هاخد آية كده يعني اكتر آية فيها رجاء، بحاول برضو علشان ايه ما تزعلوش مننا. الآية اللي بتقول فأندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه به. فأندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه ايه؟ ده مين اللي بيقول كده؟ ربنا بيقول على المدينة اللي تابت او الانسان اللي تاب. فأندم عن الشر، قول وراي، فأندم عن الشر، فأندم عن الشر، فأندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه به، الذي قصدت ان اصنعه به. فأندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه به. ربنا يديني ويديكم نعمة ان احنا نبقى ماشيين في سكته ولا نتعرض لتأديب او شر. لإلهنا المجد دائما ابديا امين. قصة كلكم فاكرينها وليها معنى جميل لما ربنا قال لأرمية تعالى فرجك على حاجة، وفرجه على الفخاري وهو بيعجن العجين وبيدخله الفرن، وبعدين وهو بيعمل الحكاية كده مش عاجباه يقوم يعجنها تاني ويعملها حاجة أحسن. فربنا قال له يا أرمية أنتوا في إيدي زي العجين في يد الفخاري. فمرة أقول أن العجينة دي مش هتنفع، وبعدين لا يجي منها فأعمل منها حاجة حلو، وفي مرة تانية أقول العجينة دي هيطلع منها حاجة كويسة وبعدين تعند معايا ما تطلعش حاجة كويسة. فكانت هنا إشارة واضحة أنه على قد ما شعب اليهود كانوا بيعتبروه ساعتها الشعب المختار، إنما العجينة مش ماشي، مش مطلعة حاجة عدلة. والشعوب الأممية اللي كانت في نظر الناس مرفوضة من الله، لا هيجي منها ربنا هيعرف يعمل منها حاجة تاني. على قد ما المعنى ده بيورينا ربنا ضابط الكل بتحرك على مستوى الشعوب والتاريخ، إنما كمان ينطبق علينا المعنى إحنا كلنا في إيدين ربنا زي عجينة. لما الواحد زي ما بتقول الترتيلة كده عضو اصنعني وعاء آخر كما يحسن في عينيك، يعني يا رب أنا لو العجينة بتاعتي مش هتطلع حاجة عدلة، أنت تقدر تطلع حاجة كويسة. فيبقى الواحد لا يفقد أمله في نفسه أبدا، لأن إيد ربنا إيد الفخاري، إيد فنان تعرف تعمل حاجة يعني ما حدش يعرف يعمله. يقال ان مايكل انجلو من 300-400 سنة فنان يعني نحات ورسام، وبعدين كان في كده صخرة كبيرة شكلها مبعجر كده ملخبط وموجودة في مكان مش قادرين يشيلوها من كتر ما هي تقيلة قوي، وفي وش كنيسة كده فعاوزين يزيحوها. فضل بصص عليها شوية كده قال لهم طب سيبوها لي. وبعدين هو كفنان نحت في الصخرة دي وطلع تمثال من أجمل تماثيل مايكل أنجلو، لغاية دلوقتي موجود في إيطاليا في ميدان ضخم. فالصخرة أو الحجر الضخم اللي الناس عاوزة ترميه بس مش عارفة ترميه من كتر ما هو تقيل طلع حاجة جميلة أوي. نفس الشعور لو الناس رافضينك أو أنت رافض نفسك أو حاسس بقلة قيمة أو يعني شايف إنه إيه الحكاية خسرانة وخربانة، ده بالنسبة لك أنت، لكن في إيد ربنا ممكن تبقى حاجة تاني. فنقول له كما يحسن في عينيك، أنت تقدر تطلع مننا حاجة يا رب إحنا مش شايفينها عن نفسنا. إحنا وصلنا مع وتسابونا لغاية عدد 18، يبقى 18-18. فقالوا هلما فنفكر على أرمية أفكارا، لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشورة عن الحكيم ولا الكلمة عن النبي، هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لنصغي. كلكم فاكرين أرمية في موقف ثابت في إصحاحات سفر أرمية. أرمية بيوعظ الناس عشان يتوبوا محذرا من السبي القادم ومحدش سمع، واللي بيقفوا في وشه مش بس الشعب، ده رؤساء الشعب والكهنة والذين يدعون النبوة أنبياء كذبة، كل دول ضده، وبالتالي بيقدم صورة مصغرة
لله يحصل في حياة ربنا يسوع لما يبقوا قدامه الكتبة والفريسيين والكهنة. فهم بيقولوا ايه؟ يلا نضربه ونخلص منه، لانه يعني هو الوحيد اللي يعرف كلام ربنا، ما احنا عندنا الكاهن والنبي وعندهم الشريعة وعندهم النبوة. طب على الاقل نضربه باللسان. نضربه باللسان يعني ايه؟ يعني يقول حاجة نقول عكسه، نهد في التعليم. خلي بالكوا ده في كل جيل موجود، كل جيل يطلع الناس يضربوا التعليم السليم بتعليم مخالف. ما تقروا التاريخ، لم يأتي زمن لم يكن فيه تعليم مخالف. والمسيح وصانا وقال ايه؟ حسبه هيقولكم بثياب حملان، تلاقي كلام الناعم والشكل اللطيف والمحايلات يعني ايه، ومحاولة الإقناع بالمنطق وبالحجج. قال لا، بس خلي بالكوا دول ايه؟ ذئاب لا تشفق على الرعية. هيقولكوا في ثياب حملان ومن ثمارهم تعرفونهم، تعرفوا من حياتهم، ومن بعد شوية هتكتشفوا أغراضهم وهتكتشفوا أنهم مخالفين. فهنا أرميا صعب عليه، لأن الناس دول هو بيحبهم وخدمهم وكان بيصلي لهم بجد، وهو مش بيكرههم ولا يكرههم، إنما ليه يقلبوا عليه كده؟ ليه يتأمروا عليه للدرجة دي؟ فابتدى أرميا يشكي ربنا بقى، زي ما واحد يكون إيه صعبان عليه ومقهور. وانتوا عارفين إن سفر أرميا شوية يوعظ الناس يهدد، وشوية يشكي نفسه، وبعدين شوية يشكي ربنا من حاله ومن خدمته. فهنا بدأت شكوى أرميا من الوضع ده. اصغل يا رب واسمع صوت أخصامي. يعني شوف يا رب بيقولوا علي ايه، بيتبلوا علي ازاي. هل يجازى عن خير بشر؟ يعني بعد ما عملت معهم الخير وعمال اجري وراهم بقالي سنين واقول يا جماعة الحقوا توبوا، الايام اللي جاية صعبة وهيحصل وهيحصل وهيحصل، وعلى قد الخير اللي جواه يجازى بشر. طبعا ده اللي حصل مع المسيح له المجد، لما عمل المعجزات وعلم الجموع وشفى الأمراض، وفي الآخر جازوه شرا عن الخير اللي عمله. لأنهم حفروا حفرة لنفسي، يعني دول عاوزين يدخلوا القبر بأي طريقة، ودول يتأمروا عشان يوقعوني في حفرة، يمسكولي على غلطة، يتبلوا عليه زي ما كانوا وقت المسيح عاوزين يمسكوا عليه غلطة. فلما اتكلم عن السبت قالوا دي تهمة كويسة أوي، نطلع نبلغ ان ده ناقد السبت، وناقد السبت ممكن يوصل للرجم للموت، فكسر السبت يلا نمسكها عليه. وهكذا طبعا هم مش عارفين يمسكوا تهمة، لانه المسيح ما كسرش السبت حرفيا، لكن علم تعليم جديد بانه السبت لخدمة الانسان مش الانسان لخدمة السبت. لانهم حفروا حفرة لنفسي اذكر وقوفي امامك لأتكلم عنهم بالخير، لا أرد غضبك عنهم. شوف الآية الجميلة دي، يعني إيه؟ أنت فاكر يا رب أنا كام مرة وقفت أصلي لك عشان ما تغضبش عليهم. إذن هو كان يشفع فيهم ويصلي لهم ويصرخ لربنا أنه يأجل غضبه، وفي المقابل إيه؟ بدل ما يتوبوا ويتأثروا عمالين يتأمروا إزاي يتخلصوا منه. كلنا في حياتنا ممكن تحصل لنا حاجات على شبه كده بس على صغير. يعني مثلا تلاقي واحدة في العيلة تبقى انت قصدت تخدميها وهي فهمت غلط وابتدت تطلع كلام وحش عليك، او خصمتك وانت مش عارفة مخصماك ليه، ده انت طول عمرك بتحبيها وتخدميها وما فيش حاجة. انت تبقى مع زمايلك في الشغل خدوم ومستقيم، وتفاجأ ان هم متربصين بيك وزي اللي عاوزين يخلصوا منك، وانت من جواك الناس دول مفيش بينك وبينهم غير كل خير. طبعا ده على مستوى صغير، لكن على مستوى أرميا النبي كان كلهم ضده. أما مستوى رب المجد يسوع فكل اليهود كانوا ضده، والرومان معهم كمان. لما الواحد بيقدم خير ويقابل بشر بتصعب عليه نفسه، لأنه بيحزن لما الواحد شخص غريب يهينه، غير لما يكون شخص قريب. ولما يكون واحد انت ما تعرفوش غير واحد خدمته فبتبقى أصعب. زي ما قيل عن المسيح ضرب في بيت أحبائه،
يعني هو لما يضرب بره الشيطان مال الدنيا، لكن من اللي بيحبوه كمان تبقى اصعب واصعب. عشان كده قال ليهوذا كلمه يعني حساسه كلكم حافظينها، ابي قبله تسلم ابن الانسان يا يهوذا. يعني وصلت ان تعبير الحب اللي بيننا يتحول الى علامه الخيانه. الواحد لما فينا يقاوم ويتصد عن الخير اللي بيعمله بشر، ما يشكيش غير لربنا، يعمل زي أرمين، ما نقعدش نشكي للناس. لأن لما نكلم الناس كتير يعني زي اللي بيشحط عطف الناس، لا، لازم نبقى أكبر من كده. احنا نروح لربنا ونقول له ايه الشكوى ليك انت يا رب، انا تعبان وانا ما عنديش حل غيرك. فأرمية نفسه قال له افتكر لي يا رب ان انا يا ما صليت للناس دول عشان أأجل غضبك، أرد غضبك عنهم، أذكر وقوفي أمامك. يبقى واضح أن له صلوات خاصة كتيرة من أجل الشعب. يبقى أرمية مش بجد وعز وخلاص، كتيرة قوي بينه وبين ربنا من أجل شعب. لأتكلم عنهم بالخير، لأرد غضبك عنهم. لذلك سلم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف. الجزء اللي جاي ممكن البعض يسأل سؤال، هل يليق برجل الله الممتلئ بالروح القدس انه يطلب الشر لأحد او يدعي عليهم؟ يعني لا، بصوا الناس دول ممتلئين بالروح القدس، فهو يرى بعين النبوة ما يحدث، ويراه من زاوية ان ده قصاص وعدل إلهي. خلي بالكوا احنا نسامح الناس وما نشيلش جوانا، لكن ربنا إله عادل، فاللي ظلم وافترى ربنا ما بيسيبش حقه، ما لازم ياخد حق ولاده. فأرمية علم بالروح ان الناس اللي اضطهدوه وعطلوا كلمة ربنا وبدلوا الشر بالخير بالشر، لازم ربنا هيعمل فيهم حاجات كتير، فشايف اللي هيحصل. فذكروا وكأنه نتاج طلباته. يعني ايه؟ يا رب خلاص اذا كانت مش هيتوبوا يبقى طبيعي انك ايه هتأدبهم وهتعاقبهم. فالكلام اللي جاي مش كل واحد فينا يتضايق من حد يقول وريني في يوم، يعني لا، ما عندناش الروح دي. احنا نصلي ربنا يرحم الكل ويتوب الكل، لكننا نثق انه لو الشخص لم يتوب ربنا اله عادل. لان في ناس بيصعب عليها، يعني انا اتظلم ده كله والشخص يعيش عادي؟ لا، ما تخلي بالك، وحتى لو عاش له يومين عادي مش فيه هلاك ابدي. انت فاكر هيطلع من اللي عمله ازاي؟ ملهاش حل غير التوبة، وتوبة جديدة، وقد يأتي حتى مع التوبة تأديب على الارض، لان ربنا اله عادل. فانت ما تشغلش نفسك بالقضاء وبالعدل، انت حب الناس، استحمل الناس، سامح الناس، اطلب الرحمة ليك وللناس. اما قرار الله وعدل الله يترك لله في الوقت المناسب، زي ما المسيح له المجد قال سيأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الأرض. يبقى ربنا عادل. طب ما هو هابيل مسامح أخوه، أيوة معلش، لكن قايل له حسابه. طب واللي قتلوا الأنبياء؟ يمكن الأنبياء ماتوا هم فرحانين يروحوا للمسيح وكملوا رسالته، أيوة، بس اللي عملوا فيهم كده لهم حساب. يأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل ابن برخيا إلى دم زكريا. طبعا ينضم إليهم بعد كده كل الدماء اللي جات في العهد الجديد. لذلك سلم بنيهم للجوع وأدفعهم ليد السيف. هنا أدفعهم تؤكد أنه بينسب الكلام لربنا، أن الرب قال سأدفعهم ليد السيف. فتصير نساؤهم سكلة وأرامل، ثكالة يعني يفقدوا أولادهم، وأرامل يفقدوا أزواجهم، وتصير رجالهم قتل الموت وشبانهم مضروب السيف في الحرب، ليسمع صياحهم من بيوتهم، استجلب عليهم جيشا بغتة. هو كما قال أن بابل جاي وبابل مش هيرحمه، فالجيش اللي جاي ده هيشيل كل الرجالة، فكل الستات هتبقى إيه؟ أمهات ثكالة أو أرامل، لأن كل الرجال هيموتوا. لأنهم حفروا حفرة ليمسكوني وطمروا فخاخا لرجلي.
يعني كانوا عاوزين يكعبلوني، عاوزين يمسكوا عليا تهمة بأي طريقة. وفي ناس تتآمر كده عشان تكيد، تعمل مكيدة عشان تخلي التهمة تلبس الإنسان. إذا كان حصل كده مع المسيح له المجد، ما نستغربش لو حصل معنا. ربنا يسوع نفسه قال طوباكم إذا قالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلي. كل كلمة شريرة يعني إيه؟ تهم وشتايم وادعاءات باطلة وأكاذيب. قالوا على بولس نفسه أنه بياخد فلوس وبتاع فلوس، قالوا على القديس أثناسيوس والقديس ديوسقوروس، أو تهم حتى في الأخلاقيات، ودول قديسين كبار. قالوا على القديس كيرولوس الكبير أنه قاتل. يعني قديسين اللي احنا بنفتخر بيهم دول يا ما شاف ويا ما ادعوا عليهم ادعاءات. وأنت يا رب عرفت كل منشورتهم علي للموت. يعني يا رب أنا مش عارف هما بيتأمروا بيفكروا ازاي، ما عرفش مرتبين لي ايه، بس انت عارف. أنا مش خايف ليه؟ لأنه إن كنت أنا مش عارف بيعملوا ايه انت عارف، فأنا مطمن أنا في ايدك. هما ما يقدروش يأذوني إلا لو انت سمحت له، ولو سمحت لهم يبقى خير لي وخير للخدمة. فأنت يا رب عرفت كل مشورتهم علي للموت. صوت الكلام الحلو. إذن هو مطمن أو بيطمن نفسه، أنا مش خايف منهم يا رب لأنك في الآخر فوق الكل، ومشورتهم الشريرة أنت عارفها كويس وبالتالي هتمنعها، لكن لو مش هتمنعها هتبقى مشورتك أنت الصالحة هي اللي ماشية. لا تصفح عن اسمهم. ليه؟ مش بيتوبوا يا رب؟ وفي قانون إلهي الصفح مرتبط بالتوبة، والتوبة لازم تبقى صادقة. ما فيش توبة يبقى ما فيش صفح، ما فيش غفران. لا تمحو خطيتهم من أمامك، بل ليكونوا متعثرين أمامك في وقت غضبك عاملهم. تاني بنقول ده مش مشاعر انتقام وغل، لكنه كشخص بيحب شعبه متألم ان هم هيوصلوا لكده ومش راضين يتوبوا، بدليل ان لسه الإصحاحات الجاية هيرجع تاني يحاول معهم تاني ويكلمهم عن التوبة عشان يلحق، بدليل ان المراسي لما اتكتبت كان بيبكي على الناس دول. لو هو شخص قلبه يعني في غل كان يبكي عليهم لما ربنا يعمل فيهم كده؟ مش ممكن. زي داود النبي لما بكى على شاول. طب شاول الملك لآخر حياته عاوز يموت داود، لكن داود لما سمع ان شاول مات بكى فعلا وكتب فيه شعر يدل على قلب نقي. يبقى القلوب اللي من النوع ده ما بتكرهش، دي قلوب نقية تحب ربنا، تحب الخير، لكن كمان تحب العدل، تحب الحق. فما ينفعش الظلم يستمر يستمر يستمر، لازم له آخر.